في كثير من مستخدمي نظام تشغيل الأندرويد لأجهزة هواوي، شاومي، سامسونج، أوبو يعانون من مشاكل عديدة من متجر جوجل بلاي، وهذه المشاكل هي عدم قدرتهم بتحميل التطبيقات أو الألعاب بسبب ظهور علامة الخطأ. فأنا من خلال هذا الفيديو راح أعلمكم بعض الحلول لهذه المشاكل، فتابعوا الفيديو للنهاية. مرحبا ويعطيكم ألف عافية، إن شاء الله يا رب تكونون بألف ألف خير. فكرة هذا الفيديو إجت لي من قبل أحد الأشخاص اللي راسلني عن طريق الانستغرام ويعاني من مشكلة عدم تنزيل لعبة بيس 2021، ومثل ما تشوفون بالشاشة هذا الخطأ اللي ظهر. فأنا من هذا الشيء حبيت أسوي هذا الفيديو القصير مشان أعلمكم بعض الحلول لهذه المشاكل اللي يمكن قد صادفكم وانتو ده تحملون التطبيقات والألعاب. فخلونا نبلش بهذه الحلول. الحل رقم واحد، أول خطوة نسويها بنروح على الإعدادات، إعدادات الهاتف السيتنج، بعدها نروح على التطبيقات، من ثم كافة التطبيقات، ونبحث عن تطبيق متجر بلاي. ومثل ما تشوفون الفيديو اللي ظاهر أمامكم، أول شيء نعمله نعمل فرض الإيقاف فورس ستوب، و بعدها نروح على مسح ذاكرة التخزين المؤقتة الكلير كاش، ونعمل إعادة تشغيل الجهاز. انحلت المشكلة خيرا على خير. ما انحلت راح نروح على الخطوة الثانية من نفس المكان، ولكن هالمرة بنعمل مسح البيانات. عملنا مسح البيانات وأيضا نعمل إعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى. هسه انحلت عندك المشكلة لو لا؟ إذا ما انحلت خل نروح على الحل الثاني اللي هو نتأكد من الهاتف التوقيت واليوم والتاريخ يكون بصورة صحيحة، لأن أكثر مشاكل تنزيل التطبيقات يكون التاريخ غلط والوقت غلط وحسب التوقيت في البلد اللي أنت عايش فيه، فتأكدوا من التاريخ والوقت. هسه ما انحلت ولا يهمك، راح نروح على الحل رقم 3. هذا الحل اللي هو نحذف البريد الالكتروني اللي موجود في الهاتف ونعمل تحديث لنظام الاندرويد، بعدها نعمل اعادة تشغيل للجهاز ونشوف حلت لو ما حلت المشكلة. يا بهم ما انحلت، شلون وياكم يعني؟ خل نروح على الخطوة الاخيرة اللي هي راح تكون اعادة ضبط المصنع او فورمات للجهاز. طبعا اللي ما بيعرف يسوي فورمات او اعادة ضبط المصنع تقدرون تشاهدون هذا الفيديو اللي موجود، راح يعلمك كيف تعمل فورمات واعادة ضبط المصنع وشو الخطوات المهمة اللي انت لازم تعملها قبل عملية الفورمات. فهذه كانت هي حلول المشاكل اللي قد صادفكم وانتو تحملون التطبيقات او الالعاب. واذا عجبتكم فكرة الفيديو كتبولي بالتعليقات وادعمونا بلايك وشير واشترك اذا ما كنت مشترك في قناة. وتحياتي مني لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقطع